السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حباباتي في قناتكم قناة عالم ليلى. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة. وصفة اليوم عبارة عن مشروب لزيادة الوزن. هذا المشروب إذا داومت عليه بإذن الله راح يزيد لكم حتى 5 كيلو في 10 أيام بحول الله وقدرته. بنات قبل ما نروح لفيديو اليوم ووصفة اليوم، لأول مرة تزورنا جديدة، ما تنساش دير اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوها إشعارات الفيديوهات القادمة بحول الله. إذا بنات بدون إطالة نروحوا لمكونات وصفة اليوم. يعني مكونات وصفة اليوم ممتازة ومعروفة جدا في زيادة الوزن بسرعة كبيرة وعندها فوائد كبيرة جدا. إذا بنات نروحوا لأول مكون في وصفة اليوم نحتاجه، وهو كوب من الحليب أو كأس من الحليب. كأس من الحليب، كما تعرفوا أن الحليب رائع جدا. تخيلوا بنات أنه كوب واحد من الحليب يحتوي على 150 سعرة حرارية، يعني سعرات حرارية كبيرة جدا جدا. إذا مثلا شربتوا 3 إلى 4 كؤوس من الحليب في اليوم، راكم أخذيتوا 500 سعرة حرارية، وهذه ممتازة جدا في زيادة الوزن. ثاني مكون نحتاجه وهو 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو. الكاكاو يكون هذاك الكاكاو البني، لأنه الذوق تاعه راح يكون أحسن من الكاكاو الأسود، وهكذا تقدروا تشربوه. كما تعرفوا أنه الكاكاو من من المواد اللي فيها كذلك سعرات حرارية كبيرة، كما تنقص من الذوق أو تذوق السكر، وبالتالي راح ناخذ كمية كبيرة من السكر بلا ما نحسوا للذوق القوي تاعها. ثالث مكون في وصفة اليوم وهو 2 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني. يعني زبدة الفول السوداني ممتازة 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 في زيادة الوزن، فيها سعرات حرارية كبيرة، فيها سكريات، وراح تزيد الوزن بسرعة كبيرة، فيها كذلك دهون كبيرة لأنها مخدومة بالفول السوداني. ننصحكم بها في وصفاتكم لزيادة الوزن. ثالث أو رابع مكون لوصفة اليوم هو حبة من الموز. كما تعرفوا أن الموز كذلك ممتاز في زيادة الوزن، وحوالي حبة موز فيها 100 سعرة حرارية، وبالتالي هذا المشروب راح غني جدا بالسعرات الحرارية. يعني هذا المشروب يقدر يوصل إلى 1000 سعرة حرارية، يعني راح يزيد لكم الوزن بطريقة كبيرة وكبيرة جدا. وفي الأخير وآخر مكون نحتاجه وهو ملعقة صغيرة من عسل النحل. إذا كان عندكم عسل النحل الأسود يفضل باش تستخدموه، إذا ما كانش عندكم استعملوا العسل العادي. إذا ما كانش عندكم العسل العادي استعملوا السكر. بنات بالنسبة لطريقة تحضير هذه الخلطة، راح نحطوهم كامل هذا المكونات اللي ذكرتهم، نضربوهم في الخلاط الكهربائي ونخلوهم حتى يتجانسوا جيدا. بالنسبة لطريقة استخدام وصفة اليوم أو شرب وصفة اليوم، نشربوها بنات مرتين في اليوم، مرة في الصبح ومرة قبل النوم. مثلا في الليل، عفوا، نشربوها في الليل قبل النوم، خصوصا قبل النوم ب10 دقائق راح تكون ممتازة جدا هذه الوصفة. وفي الصباح بعد الإفطار مباشرة، ونداوم عليها حتى نصلوا للنتائج المرجوة بإذن الله. خصوصا اللي عندهم نحافة مفرطة، نقولكم داوموا الوصفات، لأنه زيادة الوزن راح تكون صعبة، خصوصا إذا كان عندكم حرق كبير للسعرات الحرارية. هذا البنات، هذا بالنسبة لوصفة اليوم. إذا عندكم أي طلبات اكتبوهم لي في التعليقات بحول الله تعالى، راح نشوفهم ورد عليهم. أنا وصلت نهاية وصفة اليوم فيديو اليوم. إلى اللقاء في فيديوهات جديدة بحول الله وقدرته، والسلام.